عندما نتحدث عن الحياة فإننا نتحدث عن التوازن، عن الأخذ والعطاء، عن الغابات التي تهبنا الكثير. فالغابات تنقي مياهنا وتنظف هواءنا، كما تحارب تغير المناخ بحجزها الكربون، وتوفر لنا الغذاء والدواء المنقذ للحياة، وهي ترفع من مستويات رفاهنا. إلا أن الغابات تبقى سريعة التأثر، إذ تهددها الحرائق والآفات والجفاف وغيرها من التهديدات الأخرى. لهذا يبقى لزاماً علينا العناية بها، وأن نقدم لها، ليس أن نأخذ منها فحسب. فالغابات السليمة للناس الأصحاء.